2 في المحاضرة 16 نتكلم على من تجب عليه الزكاة، من هم الذين يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة. الزكاة بتجب على من توفرت فيه الشروط التي سنذكرها، أولاها الإسلام، لا تجب على كافر ولا تصح منه حتى لو أخرجها، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا قول الأئمة الثلاثة اللي هو الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. لكن المالكية قالوا لا، بل تجب عليه ولكن لا تصح منه، بناء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها جميعا. فالإسلام عند الأئمة الثلاثة شرط وجوب وصحة، يجب أن يكون مسلم، وإذا أخرجها وهو غير مسلم لا تصح. عند المالكية شرط صحة فقط، لا يشترط أن يكون مسلما، يبقى يخرج لكنها لا تقبل منه عند الله. هذا رأيهم المالكية. الزكاة لا تصح من الكافر لو أداه، لأنها عبادة وقربة إلى الله، والقربة لا تصح من الكافر، لأن في القرآن الكريم ربنا شرط لقبول الأعمال، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا حكم الكافر الأصلي، وهو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا. أما المرتد عن الإسلام ففي وجوب الزكاة عليه ثلاثة أقوال. واحد، ارتد عن الإسلام، من قال أن ملكه يزول بالردة فقال لا تجب عليه الزكاة، يعني رب أسرة ارتد، المال هذا ليس ماله، ورثته يأخذوه وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. بعض العلماء قالوا لا، ملكه لا يزول بالردة ويجب عليه أن يخرجها، لأنها حق التزمه وأقر به بمجرد دخوله في الإسلام فلا يسقط بالردة. ومن قال بأن ماله يوقف، هذا الرأي الثالث، ماله يوقف معنى ذلك إن عاد إلى الإسلام رد إليه وإلا فلا. قال بوجوب الزكاة عليه إن رجع إلى الإسلام وعاد إليه ماله، وهو الأصح، يعني هذا المال يوقف لما يكون في تطبيق شريعة إسلامية. فيش تطبيق شريعة إسلامية في الوقت الراهن، إنما عندما يكون هناك في تطبيق للشريعة ماله يوقف، وعليه إن عاد الإسلام يخرج الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة قربة تفتقر إلى نية، لابد فيها من نية، والمرتد لا تصح نيته، فإن عاد الإسلام صحت منه. يبقى أول شرط الإسلام، والكافر غير مخاطب بفروع الشريعة ولا أصولها عند الثلاثة، وهذا هو الأصح. 2، الحرية، لا تجب على العبد، لأن العبد وما يملك لسيده، هو وما ملكت يداه لسيده. ذلك في زمان كان فيه العبيد، والعبد هو المملوك الذي وقع أسيرا بأيدي المسلمين في حرب دينية وقعت بين المسلمين وبين الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. طيب الآن الحروب القائمة، وإن كانت في الحقيقة حروب دينية، لكن الإعلام استطاع أن يغير عند الناس هذه الصفة، تبقى حروب من أجل اقتصاد، من أجل زعامات، من أجل فرض سلطان وسيطرة وغيرها، استطاعوا أن يفعلوا ذلك. طيب إذا وقع أسارة من المسلمين أو من غير المسلمين، كيف نتعامل معهم؟ في مؤتمرات الآن أقرها علماء المسلمين زي مؤتمر جنيف وغيره، فلا بد أن يتبعوه، وللحاكم المسلم القرار في ذلك، هو ومن معه من لجان الشورى، إما أن يطلق سراحهم، وإما أن يأخذ فدية عنهم، وإما أن يتبع هذه القرارات الموجودة في مؤتمر جنيف. 3، ملك النصاب، يبقى الإسلام، الحرية، ثم ملك النصاب. النصاب هو المقدار الذي حدده الشارع الحكيم في المال،
الذي تؤخذ منه الزكاة، وهذا سيكون فيه في التفصيل للذهب والفضة، الأغنام، البقر، الإبل وغيرها، والزروع والأشياء هذه. الأمر الرابع يبقى إسلام، حرية، ملك، نصاب، مرور حولي كامل على المال الذي بلغ النصاب. احنا حساباتنا دائما في الحول اللي هو العام، الحول هو العام الهجري، احنا مرتبطين بالتواريخ الهجرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هكذا قال ربنا، إلا في الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يشترط فيها مرور الحول، إنما متى حصد يخرج الزكاة، قال ربنا وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك المعادن والركاز لا يشترط فيها مرور الحول، الحول هذا، حول هذا في الشرع يقدر بالتاريخ الهجري، يعني العام الهجري، وانتم عارفين العام الهجري بينقص عن العام الميلادي 11 يوم، عشان كده ربنا قال في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قال بعدها وازدادوا 9، لأن العام الميلادي أطول من العام الهجري ب11 يوم. يبقى إحنا بنتبع العام الهجري وليس العام الميلادي. الترمذي حكى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. رب هنا بتضاف إلى، إذا أطلقت تبقى ربنا سبحانه وتعالى، إذا أضيفت تتبع الإضافة، هذا رب الإبل، هذا رب الدار، عند ربه أي عند صاحب المال، عند صاحبه. علي رضي الله تعالى عنه فيما أخرج أبو داود والبيهقي قال أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 100 درهم، 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وفيه قال وليس من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. يبقى هنا حدد لنا الإيه؟ حدد لنا النصاب للفضة 100 درهم، الدراهم كانت فضة، والدنانير كانت ذهب، الدنانير 20 دينار، 20 دينار ذهب. هنا في هذا الحديث حدد لنا 100 درهم وحال عليها الحول، وبين لنا النصاب فيها 5 دراهم اللي هو 2.5%، وفيه قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. يبقى الشرط الرابع مرور حول كامل على المال الذي بلغ النصاب، والحول هو العام الهجري. 5 فراغ مال الزكاة من دين يحيط به كله أو معظمه. الدين عندنا دين مستحق، يعني إن كان على المسلم مال وجب، إن كان مع المسلم مال وجبت فيه الزكاة. طب عليه دين لأحد من الناس، هذا الدين يستغرق كل ما معه أو معظمه بحيث يقل عن النصاب، وصاحب الدين بيلح في طلبه، بيجب عليه سداد الدين أولا. إن بقى معه مال يساوي النصاب زكى عنه، إن قل على النصاب فلا زكاة فيه. طيب واحد لم يطلبه مدين، لكن لم يطلبه الدائن بالمال، إنما بيقسطه، بيقسطه معاه 10,000 دولار، بيطلع كل شهر قسط 1,000 دولار، 2,000 دولار، 3,000 دولار، الباقي هذا اللي هو 9 أو 8 أو 7 بيساوي النصاب الزكاة، في هذه الحالة لابد أن يخرج الزكاة، سدد معليه من دين، وبيعمل إيه؟ الباقي بيخرج الزكاة، بيخرج فيه الزكاة. المدين محتاج، والصدقة تجب على الأغنياء. بعض أهل العلم قالوا لا صدقة، لا صدقة عن ظهر غنى، يعني واجب على المكلف الصدقة في حال غنى، في حال غنى. بيخرج هذه الزكاة إذا كان ماله كما قلنا، يعني بعد ما يخرج ما عليه من ديون وبقى من المال ما يساوي النصاب. أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول للناس هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده،
حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم يكن عنده زكاة لم يطلب منه حتى يأتي تطوعا. يعني إيه؟ يعني أنا طلعت الدين اللي علي والبقى من المال ما يعني ما يساوي النصاب، أطلع الزكاة. طلعت الدين اللي علي وبقى من المال ما قل عن النصاب، أنا أذهب متطوع أتصدق. طب وإن لم أفعل لا شيء علي، لم يطلب منه شيء إلا إذا جاء به من تلقاء نفسه يبتغي بذلك وجه الله. والشهر الذي قصده عثمان رضي الله تعالى عنه هو شهر رمضان، هو شهر رمضان. الشافعية قالوا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في أي مال كان، وقيل إنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة وهي الذهب الفضة عروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة زي الزروع والثمار والمواشي والمعادن. وقالوا إن الفرق بين الأموال الظاهرة هي نامية بنفسها والباطنة غير نامية بنفسها. المالكية قالوا نفس الكلام، الحنفية قالوا من الأموال التي يمنع الدين وجوب الزكاة فيها الزروع والثمار، وهو يعني الراجح وعليه ما قال جمهور العلماء لقوة الدليل، لقوة الدليل. يخرج إذا بقى منه مالا، إذا بقى منه مال يساوي النصاب.